السلام الله عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائي اعزائي اوفياء تيليماروك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم اليومي جلسه رياضيه. حلقه اليوم وكالعاده غادي نتوقفوا ثلاث محطات، ثلاث فقرات، ثلاث مواضيع مثيره للجدل في الوسط الرياضي وفي كره القدم على الخصوص. البدايه بقضية تقليص أعمار لاعبي فئة الهواة، بطولة الهواة ستعرف تغييرات جذرية ابتداء من السنوات القليلة القادمة. سنتوقف عند مضاعفات هذا القرار، وفي المحطة الثانية سنطرح السؤال الجوهري الذي يردده البركانيون: ماذا يحصل لفريق البرتقالة؟ وفي الختام سنتوقف كالعادة عند تدوينة مثيرة للجدل هذه المرة من الرجاء الرياضي. لمناقشة هذه المواضيع معي في بلاطو تيليماروك ضيفان من بطولة الهواة ومن ودادية المدربين لإغناء وإطراء هذه الفقرات. باسمكم جميعا كنشكركم على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا بك معنا سي نجيب حناني، الإطار الوطني، المدير التقني للراسينغ الرياضي وعضو ودادية المدربين المغاربة. شكرا على الاستضافة ومرحبا بمشاهدي جلسة رياضية. سي العربي الحجاجي لأول مرة معنا بلاطو تيليماروك. سي العربي الحجاجي رئيس فريق نهضة سردارة. شكرا سي حسن وشكرا على الاستضافة الكريمة وشكرا للجميع. ومرحبا بالدارة معنا لأول مرة في بلاطو تيليماروك، فريق العريق اللي أعطى مجموعة من اللاعبين الكبار. طيب، البداية بمضاعفات قرار تقليص أعمار لاعبي بطولة الهواة. سي نجيب، كاين واحد القرار ديال تقليص أعمار ديال اللاعبين ديال بطولة الهواة تدريجيا، كيفاش كتشوف هذا القرار؟ وكيفاش كتشوف المصير ديال اللاعبين في ظل هذا التحول اللي غادي تعرفوه بطوله الهوات؟ اكيد بان القرار فهو قرار جاء بعد دراسه كبيره بين اعضاء ديال اول عصبه الهوات، لان صراحه ربما كان من عصبه الهوات على الجامعة، وكنظن بان جميع رؤساء العصاب كانوا هما ايضا حاضرين في الجمل العام، وتم المصادقه بالاجماع على القرارات اللي اتخذت الجامعة. وكنظن بانه ما دام تقرر في جميع عام فهو اصبح ملزم للانديه بدايه من كنظن تقريبا موسم 23-24 غيكون ملزم للأندية. أكيد أي تغيير غتكون عنده بعض الأشياء اللي هي إيجابية وبعض الأشياء أكيد اللي غتكون أشياء اللي هي سلبية اللي يراها البعض بأنها سلبية، ولكن كنبقاو دائما خصنا تجربة نعيشوها، خصنا نشوفوا شنا هي اش غيقدم لينا هذا البرنامج الجديد اللي غادي نتمناه. واش فعلا غادي تنوسعوا القاعده، غتكون قاعده موسعه من حيث اللاعبين اللي عندهم الاعمار اقل من 25 سنه اللي غياثوا لنا البطوله ديال القسم الاول والثاني وايضا القسم الممتاز في الهوات. وكنظن الى الاشخاص اللي ربما ما غاديش يكونوا اللي غنتسائلوا عليهم هو الناس اللي هما من 25 الفوق اللي غيضروا من هذا القرار، كنظن بان كتبقى اكيد غتكون هناك غتكون حلول اكيد. في انتظار الحلول، كيفاش القراءه ديالك العربي؟ انت اللي اقرب لبطوله الهوات، انت كتجس النبض ديال هذا القرار كل نهار، في نظرك شنو هي ايجابيات وسلبيات هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنظن ان الايجابيات ما كايناش، كاين السلبيات فقط. هاد الاخوان ديال العصبه ديال الهوات خصوصا المكتب المديري 95% كلهم من الناسيونال، كلهم كيمثلوا، ما بقات عندهم علاقه لان الشطر القسم الوطني تا هو من الهوات. علاش استثناء القسم الوطني ديال الهوات؟ لو كانت عندهم اهداف ايجابيه لرياده كره القدم او لازدهار او لتطور كره هذه اللعبه، علاش استثناوا القسم الوطني؟ علاش هذا القانون ديال السن اختصروا على الهوات باء وهوات الف؟ لان ملي كتكون المكتب المديري مثلا في 15 او 17 وفيه الله واحد كيمثل الهوات الف وباء، اش هاد الميت ما يقول قدام غساله؟ لا، دابا خص
هاد الناس اللي ديروا داروا الدراسه ثم يستضفوا خصهم يكونوا معاهم ناس ديال التعليم خص يكون عندهم التعليم لان احنا عندنا التعليم ماشي ديال الاوراق التعليم راه كيقراو الوليدات الصباح والعشيه انا ملي يكون عندي وليدات كيقراو الصباح والعشيه امتى غادي نكونهم خصوصا الوليد ملي كيوصل للبكالوريا السيل ديال البكالوريا كيكون عنده 19 سنه او 18 او 20 هذاك الوليد ملي كينجي كيكون عنده دراسه كيقرا الصباح والعشيه وزيد السوايع اضافيين ما كيكونش عنده الوقت خصوصا جل المدن ما عندهاش اناره فين غنضربوا في الليل وانا ما حنا ما عندناش الضوء راك تعرف السي حسن السي نجيب الحنون تا هو راه عارف راه درب في جميع المستويات راه جل المدن يلاه تنعموا ملي خدا السيد الرئيس لقجع هاد المنصب ديال رئيس الجامعه ديال المغرب عاد طور هاد التيران دار ملاعب كيشكر عليها ولكن الاناره ما كايناش هاد الوليد السي حسن المجالس منتخبه السي حسن المجالس جل المجالس كتفكر في راسها ما كتفكرش في لا واه كاين الجامعه صعوبات كثيرين وراه الاخرين تما يديروا شي شويه غير كاين واحد القضيه السي حسن حنا غنرجعوا لهاد النقطه الوليد كيقرا في سن 19 20 عام اللي كينجح كيمشي للجامعه كيقدر يلعب معك كيمشي للجامعه وكيمشي للمعاهد الكبرى احنا ما عندناش جامعات جل الفرق ديال الهوات ما عندهاش جامعات الجامعات كتقتصر في المدن الكبرى هذا الوليد كيمشي يقرا ما غيزرعش عندك خاصو يكمل غيكمل الدراسه ديالو كيكملها ربما 3 4 على الاخر ما كيخدمش كيتشوما كيرجع للمدينه ديالو كيرجع للفريق الام ديالو كتبقى عنده 24 عام فين غيلعب هذا الوليد غنجنيو عليه الدوله ما خدماتوش الفرقه ديالو باش تخليه يلمها تحكم عليها بالاعدام لانه 24 عام ما غاديش يبقى يلعب غيمشي مسكين يتشوما عاد غادي يمرض بمعنى الكلمه واحد القضيه اللي نزلك السي حسن والسي نجيب راه حنا كنلعبوا مع حنا كنلعبوا مع لي سبوار راه الفروق اللي عندها اللي محترفه بريمير ديفيزيون دوزيام ديفيزيون راه عندهم لي سبوار راه ما نجحوش معنا راه لعبوا مع الهوات ما نجحوش الفتح نجحات الفتح والرجاء بوحدهم الجيش الملكي راه لعبت الجيش الملكي عنده تكوين راه دابا ما كلاسيش معنا في الشمال المصري هي الاخرى راه لعبت معنا الراك طاحت لعبت معنا المغرب الفاسي هي الاخرى لعبت معنا خريبكا طاحت جديده طاحت لعبت معنا جديده طاحت لعبت تطوان طاحت خميسه طاحت راه لي سبوار راه كنلعبوا معاهم راه الجيش الملكي لي فريق يسمى فريق زعيم وعنده تكوين وعنده اطر تقنيه اللي كتكونوا راهم لعبوا معنا حنا لينا ضد الكاره اللي مدينه صغيره راه خسروا معنا حنت لي زيسبوار ديال الفراقي كيكونوا محدد واحد السن محدد واحد السن عنده باسكو فيما كيلعبوا بدراري اللي عندهم لا زيسبوار اللي كيكون عنده 20 20 عام وجوج اللي عندهم فوت عندهم لاج سينيور باسكو فيما كيلعبوا مع الهوات اللي كان داك سميتو كيكون فارق ديال الفريق ديال السن وربما كيكون عنده تاثير كيكون عنده تاثير ولكن كما بغى يكون نص الكاس نص الكاس دابا قال نص الكاس باقي نص اخر علاش وحدين اخرين علاش ما يقدروا يكونوا معاك في الكاره لاج دو 19 كيما قلتي وينجحوا في البكالوريا ويمشي ويبقى يلعب معاك راه يمشي وكيبقى يلعب معاك كنجي للدار البيضاء كنتريني مع فرقه وكنجي نلعب معاك بزاف اللعابه كانوا يديروا وعلاش ما تقولش هذاك الدري تا هو نجح حتى دابا درتي سقط بديتي معاه شوف الناجح حتى لا شوف هذا حنا دابا المشكل اللي كيبقى حنا كما اي تجربه كيف ما بغى يكون النوع ديالها فيها ايجابي فيها ما هو ايجابي فيها ما هو ايجابي وما فيها ما هو سلبي اولا التجربه خصها تعاش بعدا نعيشوها لان كيف ما بغى يكون الحال دابا اللي عطانا هذا قرار ملزم للانديه مادام صادقت عليه العصبه ديال الهوات المكتب المديري اللي كاين تماك فهو منبات قعنا الجمع العام ديال جميع الانديه ديال الهوات وبالتالي فالقرارات ديالو فهي قرارات ملزمه للانديه وهاد القرارات دازت ايضا في جمع عام ديال الجامعه الملكيه نقول ليه قلتي لي بان المكتب ديال العصبه في جوج ولا واحد اللي من العصبه ديال من الهوات والف ولكن راه القرار تصوت عليه في جمع حسن احنا ما تناقشناش ما رسلوش حتى رساله الفرق ديال الهوات 95% ما عندهمش هذا القرار ما ترسلش ليهم ما هضروش راه المشكل اللي كاين دابا لا في الجامع وهاد العصبه الناس المكتب المديري ديال الهوات هذوك الناس كيقول لك حنا ما كناش حنا ما صادقناش على هذا القرار هذا جاء قرار سيادي
لان جل الاخوان اللي في المكتب المدير كلهم في القسم الوطني. قسم وطني استثنوه ياك من اللوات. علاش استثنوه؟ استثنوه لمصلحه شخصيه. علاش؟ لان هذا اللاعب ملي كيفوت 24 سنه كيبقى ما يبقى فين يمشي كيلعب عندهم فابور، كيلعب معاهم باش ما بغاو يلعب ولا يمشي يلعب، يكون عندهم فائض ديال اللعابه يلعب ولا انتم يتعزلوا كيما بغاو. واخا كيفاش كتعاملوا مع لعاب عارف راسو بانه راه ما غاديش يلعب وهو مكمل معاك العام وعارف راسو راه هذا اخر عام ليه مع الفرق؟ كاين الزمين كيقول لك هذا ظلم جائر، هاد الناس ما راهوش الظروف اللي فيها حنا. راه واحد القضيه السي حسن، هاد اللعابه الكبار راه ماشي غير كيلعبوا كره القدم، راه كيأطروا، راه كيكونوا معنا، راه كيوريو اللعابه دوك الصغار، اللعابه الوليدات الصغار كيوريوهم كيأطروهم كيعطيهم كيعطيهم واحد كيفيه اللعبه، كيأطروه واحد كيأطروا اكثر من المدرب، كيرافقوه كيكون معاه في التدريب، كيكون معاه خارج، كينصحوه كيوري كيفاش كيلعب، كيفاش خاصك تنعس، كيفاش ما خاصك تسهر وكيلعبوا. حنا راه هاد الوليدات ديال 26 و27 و28 راه كاين عندنا وليدات بحالهم بحال المستوى ديال البريمير ديفيز والدوزيام ديفيز، انما ما خادش حقه، ما خادش حقه غير هذاك الوليدات ديال راه كيلعب بريمير ديفيز وكيلعب في الدوزيام ديفيز. حنا لعبنا السي حسن راه الفروق ديالنا ديال الهوات راه كتلعب مع البريمير ديفيز والدوزيام ديفيز راه كتكون صعيبه، وحنا مستعدين الفروق اللي عندنا دابا نلعبوا مع هاد الفراقي، راه ما كاينش شي فرق غير هذوك كيتخلصوا مزيان، الوليدات ديال البريمير ديفيز كيتخلصوا مزيان، عندهم اطباء، عندهم مؤطرين مزيان، الوليد مرتاح نفسانيا، مرتاح ماديا، الهوات مساكرة الله يكون في عونهم، هاد الوليدات راه غنجنيو عليهم السي حسن، غنجنيو عليهم، إلا درنا هاد القانون اللي طبق، راه غنجنيو عليهم، راه السي حنا المشكل اللي كانت واحد ما ناقش هذا الموضوع في إطار شي مناظرة وطنية، هادشي كيتناقشوا، أنت كتقولوا بوحدك، واحد كيقولوا بوحده، واحد كيقولوا مع راسو. هل الأندية ديال الهوات المتضررة علاش ما ديرش واحد المناظرة وطنية وتناقشها؟ أنا حضرت في الجامعة والسي نجيب حنون راه كيكون معنا تماك، ما كيقدوش يهضروا الهوات ضعاف، كلهم كيهضروا غير في ديورهم ويهضروا غير في برا خارج، ما كيقدوش. راه نزيدك السي في الجمع العام الأخر ديال الصخيرات ديال اللي داز في رمضان، ياك السي نجيب حتى واحد ما هضر في الهوات، ما يقدوش يهضروا. انا راه كنت حضرت ثلاثه الاجتماعات، راه ما يقدوش يهضروا، راه كنهضر بوحدي، ما يقدوش. لا انا ما حضرتش لهذا، انا تحاربت في التمثيليه باش اصوات نفس اصوات اللي جاب الاخ ديال يعقوب منصور، خذوا هو اللي اصغر سنا، هو اللي تخاد. كاين شي حوايج اللي ماشي هي هذيك، طيب. من نديروها اللي حنا كنجيو طيب. نناقشوا موضوع طيب آه، وصلنا الان للمحطه الثانيه بعد الهوات، ننتقل الى قسم الصفوه، مشاكل اخرى ونتوقف عند نهضه بركان الذي تطرح نتائجه مجموعه من التساؤلات المقلقه. سي نجيب، بعيدا عن الهوات، فريق نهضه بركان النتائج ديالو تثير الشكوك، تثير القلق، فريق عنده امكانيات، دابا حنا كنتكلموا على الامكانيات، ما كاينش هذا، عنده الامكانيات، عنده عقود مزيانه، متوفر ليه ملعب مزيان، الاناره اللي تكلمت عليها كاينه، السن ما مطروح حتى حاجه، ولكن النتائج ما غاديش معاه. فكنظن بان الفريق نهضه البركانيه فكنظن بان سقف نتائج كبير عنده، وبالتالي لا الجماهير ديالو لا المتتبعين ما بقاوش كيرضاو باقل من بان يكون دائما يكون ضمن يكون في البوديوم، يا اما يكون ضمن الثلاثه الاربعه الانديه المتقدمه للبطوله. اكيد بان كانت عنده نتائج متذبذبه، فكنظن بان اقاله المدرب ديال طريق السكيتيوي من بعد واحد العمل اللي كان عمل جيد واللي فازوا به في بطوله كاس افريقيا، البدايه ديال هذا من تمت الإقالة ديالو أو الاستعانة بسي بن علي، فكنظن لحد الساعة النتائج ما غاداش بداك الشيء اللي كيبغيوه الناس ديال النهضه البركانيه، بحكم بان السنين الفارطه دائما البركان كان كيخلق المشاكل الانديه الكبرى سواء للوداد ولا الرجاء البيضاوي داخل مدينه الدار البيضاء، الشيء اللي هذا العام ما بداوش بنفس الروح بنفس مبدا. واش هي نهايه
فتره ديال مرحله ديال بعض اللاعبين اللي خصها يجدد ولكن كنظن بان هذه سنه كره القدم دائما كتكون مرحله ديال التصاعديه كتجي ديك النزله اللي ما خصهاش تنزل بزاف خصها غير ها وعاوتاني واحد القضيه واش كتقاسمني فيها نفس الافكار معايا ولا لا هو ان النهضه البركانيه بقات بزاف قرارات تأديبيه وقف هذا وقف هذا وكاينين غرامات تفوق الرواتب ديال اللاعبين هذا 20 مليون هذا اكثر ما كتشوفش بان هادشي كيعاود يزعزع الاستقرار ديال الفريق الا كان داكشي تبقى للقانون الداخلي ديال النادي فكنظن ملي كيكون الانسان معلوم لان القانون الداخلي الا كان عند اللاعب القانون الداخلي كي عنده واحد باريم اللي متخط فكنظن بانه الا دار واحد الفعل اللي كيستاهل عليه هذيك الغرامه فكنظن فالنادي يفوت الراتب ديالو الغرامه تفوت الراتب إلا كان موقع عليها كنظن بان ما يمكنش لنا في هذه الامور فكنظن فهي كما يقولوا قانون داخلي ديال النادي فهي مساله داخليه ديال النادي شان داخلي فبالتالي ف طيب عندك شي فكره عندك شي راي في ما وصل اليه فريق النهضه البركانيه كيقولوا بان العناصر ديالو شاخت واش انت مع هذه القضيه ولا لا لا ماشي هذا هو السبب لان كيدوي على السن لا انا واحد ها هما دابا السن وها هما النتائج ما كاينينش لا غير واحد القضيه بالنسبه لنهضه البركان راه نهضه البركان هذا الشيء اللي وصل ليه راه ماشي سهل راه نهضه البركان ما غاديش نقارنوها بين الرجاء والوداد والجيش الملكي فرق اللي كما كانت جديده هي كيقول لك لا الجمهور ديالها مطالب انها دي القاب فريق نهضه البركان كان هو لعب في الهوات لعب في الدوزيام ديفيزيون طلع جديد الحمد لله راه نتائج ايجابيه راه وصل للنهايه ديال كاس افريقيا وصل ما غاديش الجمهور ولا كيقلب على شي حاجه السقف كما قال اللي خاص الفريق دائما يبقى في هذاك راه الحمد لله كاين واحد وقت فراغ كيمر منه نهضه بركان خصهم يصبروا عليه وليدات البارح راه والتغيير ديال المدرب انا ما معاش لان كان سكيتيوي غادي مزيان تغير انا ما كنتش راضي على داك التغيير الفريق الا كيكون يلا كيكون الفريق اللي يمكن يلعب به ويزيد والخطط اللي يمكن ليها كيجي المكتب كيغير المدرب كترجع ثاني ازيرو والبارح راه لعب العربي انا بغيت نسولك على قضيه السن حنا مازال كنتكلموا على السن ديال اللاعبين نهضه بركان السن شويه طالع عندك الفرق اللي طالع عند السن هنا في البطوله عندك نهضه بركان ويوسفيه برشيد السن طالع انت كنتي كتقول لنا دابا بان اللعابه راه خص يكون اللعاب شويه تمر وهادي ها هو ما فات تمر وما دوزيام البارح 20 دقه الاخرى دخل ياجور دخل حدراف دخلوا ثلاثه لعابه كبار غيروا المقابله ضد واتزم كانت بركان فوق واتزم غير الحظ اللي ما ساعدهاش ما كيدوش على هذا الماتش حنايا لا ولكن اللي وصل من الالقاب وصلنا نهضه بركان لهذا الوضع هما اللي وصلوها الكبار اللي دور الالقاب هاد اللعابه كبار دور الالقاب العام اللي فات هاد العام فشلوا مستحيل هما راه كبار في السن وايضا كبار في 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 في, 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 في الكيف ديالهم ماشي غير راه حنت عندهم عدد السن ولكن هما كلاعب اللي جاوا ولا حدراف ولا ياجور ولا النمساوي ولا جاوا لعابه اللي هما لعابه ديجا عندهم مكانته في البطوله الوطنيه اذا الا كان هاد كما كيمروا من بعد مرحله الفراغ فهاد المرحله الفراغ خصنا ناخذوا بيديهم ما طولش هادشي اللي كان خصها الشطره وحنا دائما كنتكلموا على السن واش انت مع تعزيز الفرق تكون العدد ديال اللاعبين اللي عندهم تجربه يفوت النص ديال الفريق ولا يكونوا ثلاثه اربعه مخضرين لا انا كنطالب السن خصوصا الاخوان اللي معايا في الهوات كلهم كيطالبوا السن يوصل 28 سنه طعم بهذيك ما كاين مشكل اربعه يكونوا كبار في السن ما محدودش ولكن 28 سنه ولتحت الى ديك 23 في راسك هذوك الحكام اللي كيتعرضوا في الهوات كيتعرضوا للضرب وداك الشيء الفاعلين ودوك اللي ضربوهم كلهم عندهم اكثر من 30 سنه لا ولكن راه كاين وليدات اللي عندهم 20 سنه كيديروا حنا اقسم بالله الفريق ديالنا دابا ديال هذه الكاره الوليدات الصغار هما اللي كيديروا لنا المشاكل اقسم بالله الوليدات الكبار كيأطروا ومربين
لا غير راه دابا دوك الناس اللي عندهم تجربه في الهوات مثيرون ولا المدربين راه كيعرف اللاعب اللي مؤدب واللي ما مؤدبش واللي فيه المشاكل. راه كاين بحال الرئيس ديال عين عوده جاب كاع اللعابه الكبار دوك اللعابه اللي عندهم تجربه ولكن ما سولش على السيره ديالهم الذاتيه. حنا عندنا دابا بحال داروا ليه اضراب وما عندهم عقود احترافيه وداروا ليه اضراب وتطلع لي الدم هو قال لك انا ما نبقاش هاد الدراري الكبار ما عندي ما ندير بهم. ولكن راه كاين الاختيارات، راه كاين الدراري الكبار اللي نقيين في دماغهم، كاين اللي مدربين في التيران، كاين ولكن كاين واحد المجموعه بسيطه هي اللي خايبه. هو الفكر كيختلف ما بين الصالح العام والصالح الخاص. دابا ملي كتشوف دابا انت كرئيس فريق كتشوف على الفرقه ديالك بان خصني يكون واحد العدد ديال السنين يكون ما بين يوصلوا ل 28 ويعطيونا واحد ربعه ديال الراي ديال الجامعه ولا ديال العصبه ديال الهوات كيقول لك اودي انا خصني ندير القاعده الكرويه تكون عندي قل من 25 سنه وكتلعب في واحد البطوله اللي هي بطوله قويه الهوات الاول والهوات جوج. وهذا كيكون كرافد القسم الثاني. كيبقى المشكل اللي مطروح هو ان واش اللعاب اللي غيكون عندي قل من 25 سنه ودرت لي عقد فهاد من بعد 23 24 درت لي عقد، واش انا العقد حاميني كنادي ولا ماشي حاميني؟ فهمتي هذا هنا كيبقى. واخا السؤال غادي يبقى معلق. وصلنا الان للمحطه الثالثه والاخيره في جلسه رياضيه كالعاده تدوينا مثير الجدل هذه المره من الرجاء الرياضي. غادي نرجع عندك نجيب، كنديروا تدوينه شي تدوينه في مواقع التواصل الاجتماعي اللي اثارت الجدل، التدوينه التي تثير الجدل هي التدوينه ديال الرجاء الرياضي اطلاق حمله لدعم القراءه ضمن مركز التكوين لنادي الرجاء الرياضي. رئيس ديال الرجاء دار واحد الحمله كيطلب من المنخرطين والمرجويين يجمعوا الكتابات للمركز ديال التكوين ديال الرجاء. الوداديين خدوها واحد شافوها من جهه اخرى، ما قلت لهم زعما ما كاينش اننا نطلبوا من الناس شحال غتكلف هذه الكتب هذه المركز ديال التكوين. كل واحد كيفاش كيشوفها، لان التدوينه كتبقى دائما هي يمكن خصنا نتمنوا هذا الانسان ملي كنشوفوا بان مركز التكوين كاين، لان شفت انا الفيديو ديال مركز التكوين الدراري فين كيحفظوا فين كيقراوا كيجيبوا لهم اساتذه فين يقريوهم، فهذه اشياء اللي كتكون ايجابيه خصنا نتمنوها. اكيد اي حاجه كيكون هنا كنعرفوا ما بين الغريم والغريم كيكون دائما هذا المشكل ديال شد فيا شد فيك، ولكن كتبقى دائما مادام هناك مركز تكوين هناك لاعبين، لان سمعت بالصوت بعض اللاعبين اللي كيتكلموا كنظن بان هذا شيء ايجابي مادام كيجيبوا لهم اساتذه داخل المركز باش يوازيوا مع القرايه والدراسه، خاصه اللعابه اللي هما مقبلين على الامتحانات سواء اولى بكالوريا او البكالوريا، فهذه امور اللي يكون لها ايجابيه نشوفوا ما هو ايجابي منها، ما هو سلبي نخليوه. عندك شي تعليق على هذه المبادره؟ مبادره حسنه صراحه. بين الاخطاء اللي كيمر منها حنا المغاربه هو التكوين الفكري بصفه عامه، لان اللاعب اللي عنده اللي قاري وعنده مستوى عالي كيعطيك في الملعب، وكاين لان المشكل اللي كنعانيو منه دابا هو الوليدات ما عندهمش مستوى عالي، كاين هضر كيكون نهار كامل تكون فيه في الرياضه، وفي الليل كيبقى صرا لك في الفيسبوك كيبقى صرا لك الواتساب دماغ خاوي. ولكن هاد البادره اللي دارت فيها الرجاء انا كنشجعها. واخا المخرجين ديال الرجاء كيرفضوها كيقول لك ما خصناش نبقاو التكلفه ديال هاد الكتب شحال كامله باش غنديروا عليها هاد الحمله. المخرجين ديال الرجاء هما خطا اللي كيمر منه المكتب ديال الرجاء هو انه كيتصنت الجمهور وكيتصنت الناس اللي فريق خسر ما وصلش، هما غيروا المدرب غيروا السلامي اللي كون لهم وليدات صغار وكون لهم فرقه وما عمره خسر، غير خسر مع الرجاء غيروه طالبوا بالراس ديالو، هذا خطا كبير. شكرا لك العربي. شكرا الله يجزيك خير. الوقت كيداهمنا والحديث معكم شيق، شكرا لك نجيب. وراك نسيتي بان الوداديه راه تعهدات بان ذوك اللاعبين اللي هما غيفوتوا 34 سنه في 2023 2024 غيكونوا ما مسموحش لهم باش يلعبوا، بان قد رفقه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اللي هي كنعرفوا بانها شريك ديالها وايضا العصبه الوطنيه للهوات غيحدوا هذا العدد ديال اللاعبين ويحاولوا باش يديروا لهم تكوين طبقا للبرنامج اللي مسطراه الاداره التقنيه الوطنيه.
في انتظار تحقيق هذا الرغبة في تحقيق هذا المنى اللي هو مطلب ديال جميع اللاعبين اللي غادي يلقاو راسهم في طابوري العطلة. كنودعكم ونتلقاو معكم في حلقة قادمة مع ضيوف آخرين ومواضيع أخرى. إلى ذلك نحيي لكم من يوم طاقم البرنامج طيب المنى. إلى اللقاء.